ونستخرج منها المثنى، نتعرف على المثنى ونتعرف على مكان مولد النبي صلى الله عليه وسلم ومكان وفاته وعلى المدينتين المقدستان. من لو أنا سألت ما يعني مثنى، ما معنى كلمة مثنى؟ عمار ياسر. اثنان. اثنان يعني اثنان. يعني اثنان. طيب ما المدينتان المقدستان يا سعود؟ أستاذ أنا عمار ياسر مجاوبت. والمدينة المنورة. مكة المكرمة والمدينة المنورة. طيب يا عمار، عمار ياسر. نعم. لو أنا قلت لك ما مفرد مدينتان؟ مدينة. مدينة. يبقى احنا النهاردة عندنا هدف، لو أنا سألتك ما الهدف تقول أن نقرأ الدرس قراءة جيدة، نتعرف على المثنى وطبعا معاها المفرد والجمع، ونتعرف على المدينتين المقدستين، ونتعرف على مكان ولادة النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته، ومهارات الدرس الأخرى بقى اللي هي اللام الشمسية والقمرية والمد بالألف والحاجات اللي هي احنا عارفين. الآن سنستمع، نسمع يعني نستمع الأول إلى قراءة الدرس ثم نبدأ في قراءته. طلبت المعلمة من نورة أن تشارك في صحيفة الحائط، ما أقولش الحائطي، وقفت خلاص أسكن. فكتبت نورة هذا الموضوع، ما أقولش الموضوع. في وطني الحبيب مدينتان مقدستان. في وطن ال، ليه؟ لأن الألف الوصل يسقط عند الوصل. هما مكة المكرمة والمدينة المنورة. فأما مكة فهي البلد، فهي البلد الأمين. لا تضم وسكن. ولد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنها بدأت الدعوة إلى الإسلام. في مكة المسجد الحرام والكعبة المشرفة قبلة المسلمين في صلاتهم، وفيها المشاعر المقدسة يعني المعظمة عند المسلمين. المشاعر المقدسة يعني المعظمة التي لها مكانة في قلب المسلمين. عرفات، ده جبل عرفات اللي بيقف عليه الحجاج يوم عرف، يوم التاسع من شهر ذي الحج. ومنى ومزدلفة، دول الناس بيباتوا فيهم وهم بيحجوا. الأماكن دي الناس بتبات هناك في خيام. التي يفد يعني يقدم، يأتي الحجاج إليها كل عام لأداء مناسك الحج. تمام يا أبطال؟ كده جاهزين؟ أنا قاعد أستاذ، أنا سالم العجمي حافظها كاملة. اتفضل يا سالم اقرأ. طلبت المعلمة من نورة أن تشارك في صحيفة. قلت يا سالم، قلت يا سالم التاء لازم تلطقها، ما تلطقها. طيب طيب استنى إن شاء الله. طلبت المعلمة من نورة أن تشارك في صحيفة الحائط. فكانت نورة هذا الموضوع. لا، في وطنها الحبيب. معي معي مقدسة. ضاء واعي موضوع أقف عليها، يبقى الموضوع في وطنها في وطني الحبيبي مدينتان مقدستان هما المكة المكرمة المدينة المنورة. فأما المكة فهي بلد الأمين البلد البلد ولد. لا ما يعني البلد الأمين، البلد الأمين ولد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. بص كده كلمة الرسول يا سالم أخرها إيه؟ رسول، رسول. أيوة كده رسول صلى الله عليه وسلم. ومنها بدأت الدعوة إلى الإسلام في مكة المسجد الحرام. بمكة بمكة المسجد الحرام. طيب طيب يا طيب يا سالم، أحسنت يا سالم. المسجد الحرام. لا، ما الحرام يا سالم؟ مصطلح كده. الحرام، الحرام. أيوة. ولك والكعبة. والكعبة
الشريفة قبلة المسلمين. ماشي الكلمة يا سالم، ماشي الكلمة. نعم ماشي الكلمة. المشرفة قبلة المسلمين في صلاتهم. من يعرف يعني ايه قبلة؟ تعرف يعني ايه قبلة يا سالم؟ يعني ايه قبلة؟ وفيها يعني ايه قبلة يا سالم؟ ما معنى كلمة قبلة؟ يعني تصلي كذا عند المكة ناحيتها. نصلي ناحيتها، نصلي. ايوه بارك الله فيك. ايوه تفضل، عاوز تقول ايه؟ جزاك الله خيرا يا سالم، ممتاز. تفضل يا عمار يا سعد. نعم سعد تفضل. انا بعد عمار سعد. طلبت المعلمة من نورتا أن تشارك في حصة نفس الخطأ في صحيفة الحائط، فكتبت نورتا هذا الموضوع في وطني. قلنا لما نقف يا عمار لا تفتح. هذا الموضوع، هذا الموضوع في وطن الحبيب مدينتان مقدستان. طب كلمة مقدستان يا عمار، مفرد أم مثنى أم جامع؟ مثنى. طيب لو عاوز خليها لجامع، حولها لجامع. مقدس، مقدسة، مقدسة أو مقدسات، مدن مقدسة. طيب بارك الله فيك، أحسن. مدينتان مقدستان هما مكة، هما مكة المكرمة. لا ما ينفع مكة، عايز آخرها إيه؟ قلت يلا يا رياض خليك معنا يا رياض. مكة المكرمة ومدينة. نعم استاذ. افتح وخليك معي. والمدينة، والمدينة المنورة. فأما هي، فأما ايه فيها، فأما فيها، فأما ايه دي، فأما مكة المكرمة. لا مكة، مكة فيها، فهي بلاد. لا حبيبي ياد، بص على الكلام اللي قدامك. البلد الأمين. ضم الواو. وليد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنها بدأت الدعوة إلى الإسلام في مكة المسجد الحرام، والكعبة المشرفة قبلة المسلمين في صلاتهم، وفيها مشاعر المقدسة عرفات. ومن طب تعرف يا عمار ما مفرد المشاعر؟ المشاعر مشعر. المشعر. مفرد المشاعر المشعر. انتبهوا يا أبطال، مفرد المشاعر إيه؟ المشعر. المشعر الحرام. طيب كمل يا عمار. مقدسة عرفات، ومن ومفرد ومنى. ومنى عرفات ومنى ومزاد
لا ما فتحت الزاي، انت فتحت الزاي وهي ما تتفتحش. ومزدلفاتو التي يفيد التي يفيد 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 بسرعة بسرعة تقولها مع بعض التي يفيد حجاج إليها الحجاج إليها كل عام لأداء لأداء مناسك. ده تدريب على قراءة الدرس، ده تدريب على قراءة الدرس اللي أنا قلته، يعني لا قرأت ولا سجلت يا عمار، لا قرأت ولا سجلت، ينفع؟ طب أنا سجلت. مفيش حاجة جات لي يا رياض. بس انا متاكد اني انا صورت وانا وصلت لك اياه. ماما سالتني قلت لها تصور اللي تقدر عليه بس ما بعتتش حاجه. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا سعود. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك يا دكتور. دكتور سليمان بيزورنا يا ابطال النهارده، يشوف القراءة الجميلة بتاعتكم كده ويقيمها. السلام عليكم يا استاذ. انا كله هيقرا، كله هيقرا. خلاص تفضل يلا يا سعود يا نصار. مدينة ثانية مقدس ثاني. طلبت المعلمة سمنوتة أن تشارك في صحيفة الحائط، فكتبت نوتو هذا الموضوع في وطن حبيبي مدينتان مقدستان هما مكة المكرمة والمدينة المنورة، فأما مكة فهي البلد الأمين ورد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنها بدأت الدعوة إلى الإسلام. في مكة المسجد الحرام والكعبة المشرفة قبلة المسلمين في صلاتهم، وفيها المشاعر المقدسة عرفات ومزدلفة التي تفد الحجاج إليها كل عام لأداء مناسك الحج. مناسك الحج. أحسنت يا سعود، أشكرك. سعود بيشارك معنا هو في السيارة، راجل محترم لا يضيع وقته، ويحتاج يقولك ده أنا خارج، لكن بطل وممتاز إن شاء الله ما شاء الله. عمار ياسر. طلبت المعلمة من نورة أن تشارك في صحيفة الحائط، فكتبت نورة هذا الموضوع. ما جمع كلمة الموضوع يا عمار؟ مواضيع. طيب ممكن نجمعها جمع تاني كمان؟ موضوعات. طيب شاطر، يلا اللي بعد كمل. في وطن الحبيبي مدينتان مقدستان هما. طيب مدينتان، احنا قلنا عندنا اهداف، سنتعرف على المثنى والمفرد والجمع. مدينتان مثنى ام مفرد ام جمع؟ مثنى. ما مفردها؟ مدينة. وما جمعها؟ مدن. طيب كمل يا بطل. استاذ قبل شوي كان الشاشة كان لونها ابيض. معلش يا زيد، بارك الله فيك، انا قلت لماما تحاول تدخل تاني.
جزاك الله خير. كمل يا عمار. مكرمة والمدينة المنورة، فأما مكة فهي البلد الأمين ولد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. كلمة صلى يا عمار بماذا تنتهي؟ ألف مكسورة. ألف مكسورة. كمل. اللي فتح الصوت يسكر الصوت. يلا. ومنها بدأت الدعوة إلى الإسلام في مكة المسجد الحرام والكعبة المشرفة قبلة المسلمين في صلاتهم. هي المشاعر المقدسة عرفات ومزدلفة التي يفد الحجاج إليها كل عام لأداء مناسك الحج. هل تعرف المشاعر المقدسة؟ ما هي؟ منى ومزدلفة وعرفات. أحسنت، بارك الله فيك. اتفضل يا عبد المحسن. طلبت المعلمة من نورة أن تشارك في صحيفة الحائط، فكتبت نورة هذا الموضوع. كلمة الموضوع يا عبد المحسن تبدأ بهمزة وصل أم قط؟ وصل. طيب كمل. في وطن الحبيب مدينتنا ركز. مدينتان مقدستان هما مكة المكرمة. لازم أنطق التاء. مكة المكرمة والمدينة المنورة، فأما مكة فهي البلد الأمين ولد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنها بدأت دعوة إلى الإسلام. بدأت الدعوة. لازم أوصلهم في بعض. لوصلهم في بعض. بدأت. ما تقفش عليه. بدأت الدعوة. بدأت الدعوة إلى الإسلام في مكة المسجد. طب كلمة المسجد يا عبد المحسن. المسجد قمرية أم شمسية اللام؟ شمسية. قمرية. ها؟ قمرية. ليه؟ لأننا نطقنا اللام. وأيضا الألف. لا، علامات اللام القمرية ايه هي؟ ميم السكون. انا عاوزك تقولي علامات اللام القمرية. اول شيء يا عبد المحسن، اول علامة ايه هي؟ سكون. وايه كمان؟ والعلامة التانية اللي انت قلتها؟ تنطق. طيب الميم من حروف ايه؟ القمرية. أيوة، مجموعة في كلمة المسجد. لا، الكلمات اللي فيها حروف اللام القمرية تعرفها؟ ابغي حدك وخف عقيمة، يعني موجودة في كلمة عقيمة. طيب كمل. الحرم والكعبة الألف لا ينطق. والكعبة المشرفة قبلة المسلمين في صلاتهم. ما نوع المد في كلمة المسلمين؟ الياء. طيب كمل. في صلاتهم وفيها المشاعر المقدسة عرفات، ومنها ومزاد
لا التي... اقرأها على مهلك، اقرأها على مهلك، أنا أكبرها لك هي. ومزدلفة. طيب التي يفد. لا التي ايه؟ يفيد. لا ما تطولها بسرعة. يفيد. 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 يفيد الحجاج إليها كل عام لأداء مناسك الحج. بارك الله فيك. تفضل يا يزيد. نعم أستاذ. من وين؟ من البداية؟ من الأول. افتح الصوت، افتح الصوت. طلبت المعلمة من نورة أن تشارك في صحيفة. حاضر يا سالم. فكتبت نورة هذا الموضوع في وطني حبيبي حبيبي. مدينتان مقدستان هما مكة المكرمة والمدينة المنورة. يا يزيد، المدينتان المقدستان ما هما؟ مكة المكرمة والمدينة المنورة. يعني ما معنى كلمة مقدسة؟ مقدسة؟ يعني بنقول مدينتان مقدستان، يعني ايه يعني؟ اي مدينتين؟ اي مدينتين كده ولا مدينتان معظمتان عند المسلمين؟ طيب يعني مقدستان يعني معظمتان، لهم مكانة عظيمة عند المسلمين. يلا يا زيد كمل. المكرمة والمدينة المنورة، فأما مكة فهي البلاد. ها؟ فهي إيه؟ فهي إيه؟ فأما مكة فهي البلد الأمين والولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى أين ولد الرسول؟ أين ولد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عند مكة. ماشي كمل. بدأت الدعوة إلى الإسلام في مكة المسجد. لا افتح التاء، افتح التاء. في مكة المسجد الحرام والكعبة المشرفة قبلة المسلمين في صلاتهم، وفيها المشاعر المقدسة عرفات ومنى ومزدلفة التي يفيد الحجاج إليها. ضم الحاء. عرفات ومنى ومزدلفة التي يفيد الحجاج إليها كل عام لإداء لأداء لأداء مناسك الحج. عامن عامن. انظر عليها كده. تنوين إيه؟ عامن. تنوين عامل. تنوين ايه؟ تنوين كسر. طب نونها تنوين فتح. عاما. نونها تنوين ضم. عام. بارك الله فيك. تركي. مرد. ها كله هيقرا. نعم كله هيقرا. تفضل يا تركي. نعم استاذ. يلا يا ابطال لسه عندنا حصه ثانيه. احنا لسه عندنا حصه ثانيه. تفضل يا تركي. طلبت المعلمة من نورة أن تشارك في صحيفة الحائط، فكتبت نورة هذا الموضوع
في بطن الحبيب مدينتان مقدستان، هما مكة المكرمة ومدينة المدينة المنورة. المدينة، المدينة يا تركي قلت والمدينة، لماذا لم أنطق الألف؟ هل الألف هنا وصل أم قاطع؟ واصل. واصل، عشان كده ما بننطقوش، يبقى ما اقولش ايه، ولازم اقول ول على طول. ماشي اتفضل كمل. والمدينة المنورة، فأما مكة فأما مكة فهي البلد ما أنا ما ضميت التاء، ما ضميت التاء في كلمة مكة. مكة، مكة. طب أنا عاوزك تقطع لي كلمة مكة يا تركي، حولها إلى مقاطع. كم مقطع؟ سار بطفي الكاميرا. حاضر حاضر. أربع ثلاثة. قولهم كده، المقطع الأول ما ها ميم لحالها ولا مع الكاف؟ مع مع الكاف. الكاف هي المتحركة أم الساكنة؟ الساكنة. طيب والمقطع الثاني؟ كاف. والثالث؟ التاء. طيب كمل. فهي البلد الأمين ولد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب يا تركي، طيب أسألك سؤال، كلمة الرسول مفرد أم جمع؟ مفرد. اجعلها مثنى. رسولان. اجعلها جمع. الرسل. أحسنت. كلمة الرسول نوعها المادي فيها إيه؟ واو. شمسية أم قمرية؟ شمسية. طيب بارك الله فيك. طيب معلش يا تركي، احنا بس أمامنا دقيقة واحدة والحصة تنتهي يا دكتور، لو احنا لسه عندنا حصة تانية الخامسة بعد الحصة اللي جاية، لو حضرتك عاوز تكمل معانا ولا حاجة. الله يحفظكم دكتور سمير، وما قصرت، الله يبيض وجهك ويكتب أجرك على هذا الأداء الرائع والنتائج يعني اللي تظهر على الطلاب على جهودكم، وكذلك حقيقة الشكر موصول للأسر، يعني أنا نعرف أن بقاء الطلاب أمام يعني الأجهزة خاصة في السن هذا يعني ما هو أمر سهل بالنسبة للطلاب، لا بد أن كان يعني وراهم الأسر في حثهم وتصبيرهم على البقاء في أمام الشاشات والمتابعة، فكل الشكر لكم دكتور سمير وللأسر ولأبناء الطلاب الرائعين حقيقة في مستوياتهم وأدائهم. شاكر لك واستاذنك بالانصراف. الله يحفظك. احنا مش قادرين نستخدم استراتيجيات ولا حاجه، قلت خلينا في القراءه بس يعني. استاذ انا عن بعد هذا حقيقه يعني قيدنا قيود كثيره، لكن ان شاء الله تزول الغمه باسرع وقت باذن الله تعالى. جزاك الله خير دكتور ونورتنا وشرفت. شاكر لك، الله يحفظك. مع السلامه استاذ سلمان. السلام عليكم يا ابنائي. سلمان استاذ سلمان، مع السلامة. سلمان استاذ سلمان، مع السلامة. سلمان استاذ سلمان، مع السلامة.